السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر رضا محمد من قناة ماي انجلش تايم. ان شاء الله النهاردة هنكمل مع بعض شرح الوحدة السادسة للصف الرابع الابتدائي، وناخد النهاردة ليسن 4 الدرس الرابع والاخير معانا في اليونت وكمان في منهج الترم الاول. ليسن 4 النهاردة طبعا بعنوان فونكس تايم اللي هو درس الصوتيات. تعالى كده يلا نشوف درس الصوتيات النهاردة بيتكلم عن ايه. درس النهاردة بقى بيتكلم على ازاي انطق حرف الواي في اخر الكلمة. حرف الواي في اخر الكلمة بيكون له طريقتين للنطق، طريقة لونج طويلة وطريقة شورت. لما هيتنطق لونج يا ولاد هيتنطق اي اي اي، ولو هيتنطق شورت في اخر الكلمة بتنطق اي اي اي. تعالى كده نشوف الاول جدول الكلمات اللي حرف الواي فيها هيتنطق لونج او هيبقى طويل في النطق، وقلت هيتنطق ازاي اي. ركز بقى معايا كده في نطق الكلمات. جولاي 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 جولاي. طبعا هنا كلمة جولاي بدأ بالجي كابيتال عشان ده اسم شهر، وطبعا عارفين ان اسماء الشهور كلها واسماء ايام الاسبوع بتبدأ بايه، بحرف كابيتال، عشان كده مخلين هنا الجي كابيتال. جولاي جولاي جولاي. شاي شاي شاي. طبعا هنا الاس والاتش بتنطق من الاتنين مع بعض، ش عشان كده بنطقها شاي 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 شاي، يعني خجول او مكسوف يعني. سكاي 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 سكاي. كراي 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 كراي. باي 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 باي. فراي 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 فراي. فلاي 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 فلاي. try 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 try. my، وطبعا my ديت اللي هي صفة الملكية واللي احنا واخدينها في الوحدة الخامسة في unit 5 واللي معناها ايه، ملكي. my 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 my. باي 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 اللي كنا بنستخدمها يا ولاد قبل وسيله الايه، المواصلات، زي مثلا باي كار باي تاكسي. انما كنا بنقول وقتها ان بستخدم قبل كلمه فوت اون فوت، مش باي بقى، اون فوت بمعنى سيرا على الاقدام، انما باي بتيجي قبل وسيله الايه، المواصلات. ونخلي بالنا ان باي متشابهه في النطق بتاع ايه، مع كلمه إيه؟ باي اللي هي يشتري. باي باي. يبقى باي هنا بي يو واي معناه يشتري، انما بي واي على طول دي معناه ايه، بواسطة او عن طريق. باي. نشوف بقى بعد كده نطق حرف الواي في اخر الكلمة كشورت، كصوت قصير، والحالة دي بتنطق اي. ركز كده بقى معايا النطق في النطق بتاع الكلمات، وانت هتعرف وهتكتشف ان هو فعلا بتنطق اي. بيبي 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 baby baby. candy 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 candy. party 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 party. city 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 city. ونميز ما بين city و town. city دي معناها مدينة كبيرة، إنما town معناها مدينة صغيرة. city city. وهذا يقول لي ليه هنا حرف ال C اتنطق هنا زي ال S، وهنا حرف ال C اتنطق هنا ك، يعني هنا بنقولها candy وهنا بنقولها city. ليه يا أولاد؟ حرف ال C لو جه بعده
اي زي كده، او اي او واي بتنطق زي الاس. انما حرف السي لو جه بعده اي حرف تاني غير التلاتة دول بتنطق ايه؟ ك زي الكي. يبقى هنا بنطق كاندي، هنا بنطق ايه؟ سيتي. ماني 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 ماني. 30 30 30 30 30 30 30 family 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 bunny 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 bunny. طبعا باني اللي هو ارنب صغير، انما لو ارنب كبير هنقول عليه ايه؟ رابت رابت. باني باني. كاري 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 كاري. بيتي 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 pity pity. nosy 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 nosy. هتفتكرها من كلمة nose، عاملة زي كلمة nose اللي هي معناها أنف، أوكي؟ بس هنشيل هنا الـ E ونحط مكانها إيه؟ Y. nosy nosy اللي هو شخص إيه؟ فضولي أو متطفل. nosy. lady 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 lady. بقيت الكلمات دي يا اولاد برضو حرف الواي فيها بتنطق كشورت، كصوت قصير، وبرضو بتنطق ايه؟ اي. berry 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 berry. lazy 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 lazy. sunny 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 sunny. طبعا كلمة sunny جاية من كلمة sun اللي هي معناها شمس، بنضاعف ال n وبعد كده نحط ال y عشان نحولها إلى an adjective كصفة بمعنى مشمس. sunny sunny. lucky lucky lucky. طبعا lucky برضو an adjective صفة بمعنى محظوظ. بوصف هنا الولد مثلا ان هو محظوظ ان هو لاقى فلوس مثلا، فأقول lucky lucky. كلمة luck لو انت شلت الواي هتبقى luck اللي معناها الحظ نفسه، يبقى كلمة luck حظ، انما lucky صفة بمعنى محظوظ. lucky. puppy 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 puppy. طبعا انت واخد كلمة ايه؟ puppy في درس البيتس اللي هو الحيوانات الأليفة مع كيتن وبارت وكناري والحاجات اللي زي دي. puppy puppy. fairy 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 fairy. طبعا كلمة fairy انت واخدها برضو في درس وسائل المواصلات. fairy fairy. كلمة fairy يا ولاد اللي هي المعدية ديت مشابهة في نطق كلمة berry، ولكن أول صوت بس هو المختلف، هنا B إنما هنا إيه؟ F. berry fairy berry fairy. تعالوا كده بعد شفنا نطق الكلمات هنحل دلوقتي اكسرسايز على درس الفونكس تايم، ونبدا كده مع بعض ب نمبر 1 listen and circle the words with the short vowel. هنعمل دايره على الكلمه اللي بتحتوي على صوت متحرك قصير في النطق. A. ركز على نطق حرف الواي في الكلمات دي كلها. قلنا حرف الواي في اخر الكلمه لو طويل هيتنطق اي، لو قصير بتنطق اي. lucky sky
لاكي سكاي. يبقى هنا في كلمة لاكي حرف الواي فعلا أقصر من الواي في كلمة سكاي. بي شاي 30 شاي 30. يبقى الواي هنا أقصر لأن هنا بتنطق إيه آي شاي. سي بيتي جولاي بيتي جولاي. يبقى هنا في بيتي الواي قصيرة إنما هنا جولاي اتنطق آي برضو طويل. دي سوني ماي سوني ماي. برضو في كلمة sunny الواي هي اللي شورت هي اللي قصيرة إنما الواي في كلمة ماي طويلة ماي آي. يبقى هنا قلت لو قصير هتنطق إي لو طويل بتنطق إيه آي. وبأكد عليك مالكش دعوة بطول الكلمة عشان في بعض الطلبة لما يشوف كلمة طويلة وكلمة قصيرة يقوم رايح مختار الكلمة القصيرة في عدد حروف. لا مش شرط. أنت شايف هو كلمة sunny أكبر من كلمة إيه ماي بكتير ومع ذلك sunny الصوت اللي فيها هو الأقصر من الصوت اللي موجود في إيه في ماي. يبقى أنت بتركز على الصوت مالكش دعوة بعدد الحروف. Number two. Listen and complete with one word. يعني استمع وكمل بكلمة واحدة. Number one. She goes to school by ferry. She goes to school by ferry. يبقى هي بتذهب المدرسة بالفيري اللي هي المعدية. Number two. The birds fly in the sky. The birds fly in the sky. يبقى الفعل أو الفيرب اللي ناقص هنا fly بمعنى يطير. الطيور بتطير في السماء. Sammy and Rami go to a party in July. يبقى الكلمة اللي ناقصة هنا كلمة party واللي معناها حفلة. 4. I like candy. I like candy. أنا بحب الحلوى فالكلمة الناقصة هي candy. Number 3. Read and write true or false. Number 1. I can see two boys. I can see two boys. أنا شايف ولدين. طبعا لا أنا ما عنديش غير ولد واحد إنما أنا عندي two girls. وبالتالي هنا number 1 هتكون إيه false. Number 2. I can see a tree. I can see a tree. يعني أنا أرى شجرة. الشجرة فعلا موجودة. بالتالي two هتكون true. Number 3. They're going to a party. They're going to a party. يعني هما ذاهبين إلى الحفلة. فعلا رايحين الحفلة. وبالتالي ديت هتكون true. Number 4. They are sad. They are sad. يعني هما زعلانين. هنبص على وشهم فعلا لا مش زعلانين ولا حاجة. ده رايحين كمان حفلة. وبالتالي هما مش زعلانين ولا حاجة. وبالتالي 4 هتكون false. Number 4. Read and circle the odd one. Number 1. Pity. اللي هي معناها رحمة أو شفقة. جام مربى. بيري اللي هو التوت. كاندي حلوة. يبقى تلاحظ ان دول ثلاث حاجات من الفودز من الأطعمة والحاجات اللي بتتاكل انما بيتي هي اللي هتكون ايه مختلفة. نمبر 2. بيبي اللي هو طفل رضيع. بوي ولد. ليزي صفة بمعنى كسول. ليدي سيدة. يبقى في ثلاث أشخاص اللي هو البيبي والبوي والليدي وطبعا هنشيل هنا ليزي اللي هي المختلفة وجاية كهنا كصفة. نمبر 3. cry يبكي. mine ملكي. fly يطير. fry بمعنى يقلي. يبقى هنا mine هي المختلفة عشان التلاتة التانيين كلهم verbs أفعال إنما ديت ضمير ملكية. 4. sunny اللي هي معناها مشمس صفة. lazy كسول برضو صفة. نوزي اللي هو فضولي واحد حشر يعني نوزي اللي هو معناها فضولي صفة برضو. باني اللي هو أرنب صغير. يبقى في ثلاث صفات يا أولاد ومعاهم كلمة إيه باني اللي هو الاسم فاحنا نشيل هنا الاسم عشان التلاتة التانيين صفات. Number 5. Look and answer the questions. Number 1. What can you see? What can you see? يبقى هنا هقول I can see a baby. I can see a baby. يعني أرى إيه؟ أرى طفلا رضيعا. Number 2. What's he doing? What's he doing? يعني بسأل وبقول ماذا هو يفعل؟ هو بيعمل إيه؟ طبعا هو بيبكي. وبالتالي أنا هبدأ إجابتي بإيه؟ بهي وبعد كده أولاد إيه؟ is. He is. وحط للفيرب اللي هو بيحدث في الصورة ing. يعني هو بيبكي صح؟
فانا احط اهوت كراي واضيف اي ان جي عشان اقول ان هو ما زال بيبكي. طبعا قايلينها قبل كده ان الفعل او الفيرب بعد ام واز وار بيكون مضاف له اي ان جي، يعني ما ينفعش اقول هي از كراي، لا اقول هي از كراين، هي از كراين يعني هو بيبكي. نمبر 3، وات از ذات؟ وات از ذات يعني ما تلك او ايه ديت. طبعا اللي في الصوره ده صوره ايه؟ ارنب صغير، وطبعا عارفين كلمه ارنب صغير يعني باني. يبقى انت هتجاوب وتقول ايه؟ اتس. اتفقنا لو احنا بنشاور على حاجه مفرد سواء قريبه او بعيد بتجاوب بايه؟ اتس او ات از. وبعدها لو كانت حاجه مفرد تحط قبلها ايه؟ ا او ان. اتس ا باني، اتس ا باني. نمبر 4، بيقول هنا do you like candy؟ do you like candy؟ اتفقنا طبعا لو do او does او can او is او are اجاوب على طول بيس او بنو. فبيسالني وبيقول لي do you like candy؟ هل بتحب الكاندي؟ بقول له yes وحول you الى I بعد كده do. yes I do. وبكده نكون وصلنا الى نهايه فيديو النهارده. اتمنى الشرح يكون عجب حضراتكم، ولو كان عجبكم الفيديو ما تنساش تدوس لايك للفيديو، ولو كنت بتشاهدنا لاول مره ما تنساش تضغط على علامه الاشتراك باللون الاحمر اسفل الفيديو، وبعدها تدوس على علامه الجرس بحيث يوصلك اشعار بكل الفيديوهات اللي هنرفعها الفتره القادمه. وكده نكون خلصنا كده منهج الترم الاول على خير. استنانا بقى في الفيديوهين القادمين اللي هنحل فيهم تيست 1 وتيست 2 على الوحده، وبعدها هنبدا المراجعه المهمه جدا على المنهج كله واللي هتفكوا كتير جدا ان شاء الله، وتدخلكم الامتحان مطمنين ومتاكدين بتقفيل درجه الامتحان ان شاء الله. واشوفكم وقتها على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.